لو الحكاية فيها إن فيديو لو التجميل بيتداري شوية الحالات السوداء، فزي أنا اخترت كونسيلر مناسب لنوع بشرتي سواء كانت جافة أو دهنية. هو أول حاجة الناس غلط كبير جدا معظم الناس بتقع فيه، إن هي فاكرة الكونسيلر إن أنا أجيب حاجة أفتح من درجتي. طول ما أنت بتجيبي حاجة أفتح حتى لو درجة بالذات للحالات السوداء ده هيبينها أكتر. فأهم حاجة إن أنت تختاري نفس درجتك في الكونسيلر عشان تداري معاكي تجيلي درجة نفس درجتك، أو لو أنت بتحطي بتحبي مثلا أنت تغمقي نفسك درجة تجيبي برضه أغمق درجة. لكن ما نختارش خالص إن إحنا نجيب حاجة أفتح. طيب الدرجة دي هحددها إزاي؟ أعمل تيستنج على إيديا ولا على بشرتي؟ لا على بشرتك، يعني هو الحته بتاعت العين دي معظم الناس بتروح تعمل على ايديها. لا هو غلط جدا سواء فاونديشن او سواء كونسيلر لازم يكون على عظمه الفك، مش حتى مش بتروحي تعملي على خدك ولا على مناخيرك ولا على اورتك، لا انت بتختاري الكونسيلر على عظمه فكك بتشوفي انهي درجه تكون مناسبه ليكي. تمام، يعني بروح العظمه اللي هي من اول نص الخد لحد تحت دي هو هو ده اللون بتاعي. ده اللون بتاعي. اه اقدم عليه. تمام.